وابن جبير. ما علمنا عنه خبرا ولا بلغنا له أثرا. لا تقف البحث عنهما واستقصاء خبرهما. لا أكف إلا بقتلهما. من هذا؟ هذا أيها الأمير ممن كان مع ابن الأشعث في سجستان، فأخرجناه إليك أيها الأمير لأننا رأينا أن لديه ما يخبرك به. فيما اختباؤك أيها الرجل وقد عفوت عنكم؟ والله ما أغفو كل ليلة حتى أحلم بأنك تقتلني. والله لا أحب إلي أن أقتل مرة واحدة على أن أقتل كل ليلة، وها أنا بين يديك. إنها لأضغاث أحلام. وقد عفونا عنك في يقظتك وعفونا عنك في منامك. والآن حدثنا عن ما كان من أمر ابن الأشعث في سجستان. قد علمت أن ابن الأشعث قبل أن يسير للعراق التقى ملك الهياطلة زنبيل. وماذا كان بينهما؟ إن لم أخطئ لا مجال للخطأ في هذا. عهد بينهما إن هزم أن يرتد إلى بلاد الهياطلة ويحميه ملكها.